أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، معكم مستر مجدي خلف ودرس جديد من دروس علم النفس. خليني أفكركم سريعا بالسبسكرايب واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ده لينك القناة، بمجرد ما بتدوس عليه تظهر لك قائمة تشغيل لدروس الصف الثالث الثانوي. ده كيو آر كود، ممكن عن طريق الإسكان اللي عندك في التليفون بتعمل إسكان وبتروح على طول للقناة. خلينا نبدأ درسنا أو نكمل في الواقع درسنا اللي وقفنا فيه عند الإحباط. بس أفكركم سريعا، اتكلمنا عن أساليب التوافق، تعريف التوافق اللي هو مستمد من علم البيولوجي. خدنا معاني التوافق، وإن المعنى الأول هو إيه؟ تعديل سلوك الفرد. المعنى الثاني تعديل البيئة النفسية والاجتماعية بل والمادية، يعني تعديل البيئة. خدنا كمان أنواع التوافق، قلنا فيه التوافق النفسي وتوافق بين الفرد وذاته، واهم حاجه فيه ان يكون الفرد ايه؟ راضيا عن نفسه متقبلا لها. خدنا التوافق الاجتماعي، وهو مؤامه بين الشخص وغيره من الناس. في كل مكان، في المدرسه، في الاسره، في مكان العمل، لابد ان يكون فيه توافق بين الفرد وبين الناس. النهارده هنتكلم عن الاحباط. خلينا سريعا كده، الاحباط ده سمه العصر، يعني كلنا بنشعر بالاحباط في كل الاوقات. الاحباط ملوش وقت معين. تعريف الإحباط أو متى يحدث الإحباط هو عندما يوجد عائق أو عقبة تحول بين، يعني تمنع بين الفرد وإشباع دافع أو تحقيق هدف. مثال هنا بسيط، هي عايزة تذاكر بس في دوشة بره أو في صوت التلفزيون عالي مش قادرة تذاكر. يبقى أنا عايز أذاكر، ده الهدف بتاعي. طب إيه اللي بيحول دون تحقيق هذا الهدف؟ هو الضوضاء اللي موجودة. إذن يصاب الفرد بالإحباط. الإحباط هو الشعور الذي ينتاب الفرد عندما يوجد ما يحول بينه وبين تحقيق الأهداف مرغوبة. زي كده عايز يخلص شغله، النت قطع، يصاب بالإحباط. عايز يخلص شغله، الكهرباء قطعت، يصاب بالإحباط. سريعا برضو، هو الحالة الانفعالية والدافعية التي يشعر بها الفرد. يبقى هي حالة انفعالية دافعية يشعر بها الفرد عندما يواجه أو ما يجد ما يحول بينه وبين إشباع دوافعه. الانفعالات أو المشاعر دي بتبقى فشل، ضيق، تبرم، اكتئاب. كل دي مشاعر مرتبطة بالإحباط. مثال كمان أهو، كل المشاعر اللي اتكلمنا عليها تلاقيها في الصورة. يبقى سريعا، الإحباط سهل جدا جدا، هو إنك عايز تحقق هدف أو تعمل حاجة وفي حاجة بتمنعك إنك تعملها فتصاب بالإحباط. طيب إيه عوامل الإحباط؟ في عوامل خاصة بالفرد، دي عوامل خاصة بيك انت بقى، كجوانب قصور، يعني مثلا الناس اللي عندهم اعاقات معينة، سواء كان كفيف، ضرير، حصلت له حادثة، مثلا عضو من اعضائه زي الايد او الرجل اتقطعت، يعني في جوانب قصور معينة. تمام؟ او نقص في قدرات معينة، رحت شغلانة وعايز مثلا انك تكون سكيلفول مثلا على الكمبيوتر او على الاكسل او الباوربوينت، وانت ما عندكش السكيل دي، ما عندكش المهاره دي. اذا دي جوانب قصور او قدرات معينه انت محتاجها، فدي تكون عائق انك ما تحققش الهدف بتاعك. او نقص خصائص نفسيه معينه كالقدره على التحكم في النفس. قد يكون لديك كل نقول ايه، الخصائص الجسميه المناسبه وما عندكش اي اعاقه وما فيش اي مشكله عندك، بس مشكله عندك نفسيه، ان انت عندك توتر عالي او ان الثبات الانفعالي عندك منخفض، يعني ما بتقدرش تمسك نفسك او تمسك اعصابك، فده قد يكون عائق. تمام؟ دون تحقيق هدف ما. خلينا نشوف بعض الامثله زي كده. مثلا عايز اروح كليه الشرطه بس المشكله ان ايه؟ قصر القامه بيمنعني. عايز ابقى لعيب كوره او العب كره قدم بس المشكله ان ايه؟ زياده الوزن، تمام، تمنعني. هنا التوتر الانفعالي العالي جدا او عدم التحكم في النفس، كل دي عوائق داخلية أو خاصة بالفرد، خاصة بيك. في عوامل خارجية خاصة بالبيئة. تمام؟ يعني قد يكون عوامل الإحباط مش عوامل داخلية أو خاصة بيك، لكن قد تكون عوامل خاصة بالبيئة نفسها، زي الضوضاء. عايز أذاكر بس صوت التلفزيون عالي بره، ده عامل خارجي. المعاناة الاقتصادية مثل الفقر، ودي بتبان قوي لما حد يروح يتقدم لفتاة أو لبنت يكون مستواه الاقتصادي مش قد كده او منخفض فبيترفض، وهنا يصاب بالاحباط الشديد. العامل الاقتصادي اللي هي المعاناه مثل الفقر.
البيئة الاجتماعية، القيود اللي بتضعها البيئة الاجتماعية، البيئة الاجتماعية دي قد تكون الأسرة، تمام؟ مثال كده، عايز أطلع بره، مفيش طلوع بره، عايز أعمل كده، ما يصحش كده، القيود اللي بيضعها الآخرون أو الأسرة دي برضو قد تكون عائق أو عقبة أمام الفرد وتحقيق هدفه. دي عوامل الإحباط، عوامل داخلية خاصة بالفرد وعوامل خارجية خاصة بالبيئة، قد تكون ضوضاء، قد تكون معاناة اقتصادية، قد تكون الأوامر أو الفروض أو الضوابط اللي بتضعها البيئة الاجتماعية. قد تكون ظروف خارجة عن الإرادة مثل موت أو وفاة أحد الوالدين، يعني الأب أو الأم أو كليهما لا قدر الله حصلت حادثة وماتوا، ده برضو بيبقى سبب في إيه؟ في عدم إشباع حاجات مثل الأمن والحب والانتماء، إنك بتتحرم من الحاجات دي فتصاب بالإحباط. دي العوامل اللي هي خاصة بالبيئة. خلينا سريعا نروح للصراع، برضو بتحدث معانا في كل الأوقات، ملازمة لينا في كل وقت. الصراع هي حالة انفعالية دافعية غير سارة، يعني مش لطيفة، مش سعيدة. قوامها هي أساسها إيه؟ الشعور بالحيرة والتردد والضيق والقلق. بصوا معايا في الصورة دي، أمشي كده ولا أمشي كده؟ طب أدخل طب ولا هندسة؟ طب أدخل إعلام ولا اقتصاد وعلوم سياسية؟ طيب آكل ده أو ما أكلش؟ شوف هنا إيه؟ حيرة وتردد وضيق وقلق. بصوا كمان للصورة دي، وكأنك بتتقسم نصين في الموقف ده، أختار إيه ولا ما أختارش إيه؟ يبقى هي حالة انفعالية دافعية في عين هنا سوري، غير سارة، قوامها الشعور بالحيرة والتردد والضيق والقلق. طيب تصيب الفرد عندما ايه؟ تتنازعه اتجاهات مختلفة ذات قوة متساوية. تاخدوا بالكم الكلمة دي قوي، كلمة ذات قوة متساوية، انهم هما الاثنين متساويين في القوة الاتجاهين، ما هو خش طب ولا هندسة، الاثنين حلوين. يعني دايما كده لما يكون في اتجاهات انا بختار منهم او هدفين انا بختار منهم، دايما بيبقوا متساويين في القوة، عشان كده انا مصاب بالصراع. يبقى الصراع هو ايه؟ حالة انفعالية دافعية غير سارة، قوامها الشعور بالحيرة والتردد والقلق. تصيب الفرد متى؟ عندما تتنازعه اتجاهات مختلفة ذات قوة متساوية، بشأن بعض دوافعه واهدافه التي يسعى الى اشباعها وتحقيقها. سريعا بقى، اسئلة الامتحان كله، يعني جزء كبير من الامتحان بتبقى منه أسئلة الصراعات. أول نوع من الصراع هو صراع الإقدام، الإقدام مش الأقدام، الإقدام بالكسر هنا، يقدم على الشيء يعني يروح ناحيته، يعني لأن هنا إقدام، إقدام معناها إيجابي إيجابي، وهنا في عندي هدفين كلاهما جذاب، الاتنين حلوين. علشان كده في الصراع ده بيبقى سهل جدا، يعني النوع ده من الصراعات هو أسهل أنواع الصراعات، لان انا بختار ما بين هدفين كلاهما جذاب، الاثنين حلوين. مثلا بابا انا نجحت تمام، فقال لي ايه رايك بقى، تطلع رحله مع اصحابك ولا اجيب لك مثلا حاجه هديه حلوه قيمه؟ الاثنين حلوين، اطلع رحله دي كويسه، يجيب لي هديه دي كويسه، فلو اخترت دي مش وحش ولو اخترت دي مش وحش برضه. فعشان كده الصراع ده بيبقى سهل جدا جدا جدا. عندما يقرر فرد الزواج وتكون امامه فتاتان، مع انه معترض على المثال ده، هو موجود في الكتاب يعني، بس معترض عليه، لان اوريدي الواحد مش بينقي ما بين دي وبين دي، اوريدي الواحد بيحب وبيختار الفتاه يعني. فتكون امامه فتاتان كل منهما لها صفات ايجابيه وعليه ان يختار احدهما، تمام؟ اختار دي ولا دي؟ انا معترض طبعا على المثال، لان اختيارنا في الزواج ما بيكونش احنا بنختار، يعني في مواصفات كده بنختار على اساسها. ما علينا، تمام؟ أمامك وظيفتان، كلا منهما لها مميزات كبيرة، أبقى مراسل صحفي ولا أشتغل في شركة، أو أبقى ترانسليتور أو انتربريتر مترجم، يعني الاثنين حلوين، دي ولا دي؟ اخترت أي واحدة منهم مش هيحصل حاجة، لأن ده صراع إقدام إقدام. نوصل للنتيجة في الامتحان لما يقول لي حاجتين حلوين أنا أختار بينهم، يبقى ده على طول صراع إيه؟ إقدام إقدام. النوع الثاني هو صراع الاقدام الاحجام، وهنا هدف واحد بس مش حاجتين، يعني انا قدامي حاجه واحده بس هي ليها ميزه وليها عيب. زي مثلا ادي شايفين الشوكليت هنا والشوكولاته اللي قدام الاخ ده، هو عينه هتطلع الشوكولاته بس هو المشكله عنده السكر. طب اكل الشوكولاته اللي انا بحبها وطعمها جميل وبعد كده السكر يرفع عندي، ده اسمه ايه؟ اقدام احجام. اقدام انا عايز اكل الشوكولاته طعمها جميل، احجام طب ما انا عندي السكر هيرفع عندي.
حب الشخص لتناول الحلوى، خوفه من السمنه وزياده الوزن في نفس الوقت. خلاص كده، اقدام احجام، يعني هو هدف واحد مش هدفين هنا، هدف واحد بس فيه ايجابيه وفيه سلبيه. 3، صراع الاحجام. الاحجام انت بتحجم عن الشيء، يعني بتبعد عنه او مش عايزه يعني. وهنا الهدفين وكلاهما مر، الاثنين وحشين، يعني خدوا بالكم هنا، ده عكس الاول اللي هو الاقدام. الاقدام هنا انا عندي هدفين ولكن كلاهما منفر، تمام، فكلاهما مر، يعني هما الاثنين امر من بعض. يعني زي مثلا الاسره، تمام، عايزين يتطلقوا، هما معيشتهم صعبه، يعني انهم نكمل مع بعض ده عذاب، وان احنا نتطلق ده برضو عذاب لان هيحصل تفكك اسري. فبيبقوا هما الاثنين محتارين لانهم بيختاروا ما بين شيء سلبي وشيء سلبي كمان. فده اسمه صراع الاحجام. الاحجام ادي المثال عندنا اهو. طيب مش قادرين نكمل مع بعض، حياتنا عذاب، وفي نفس الوقت لو اتطلقنا هيبقى في تفكك اسري. نتائج الاحباط والصراع عليها برضو اسئله كتير. يرتبط الاحباط والصراع بحالات انفعاليه غير ساره كالقلق والتوتر والغضب، بس بيبقى بنسب، والنسب بتاعت القلق والتوتر والغضب بتبقى شديده قوي حسب ايه بقى النتائج، يعني مثلا حسب نوع العائق ده. لو كان العائق خلق، خدوا بالكم انا هنا بتكلم على العائق اللي سبب الصراع ده او سبب الاحباط والصراع ده. لو كان العائق خلقي، حاجه عيب يعني، فضيحه مثلا، هنا بيبقى نتائج الاحباط او نتائج القلق والتوتر والغضب عاليه جدا جدا، صعبه. يعني مثلا ادي الغش في الامتحانات، وادي مثلا الفقر او ضيق الحال، يعني ده عائق وده عائق، تمام. لو انا الغش في الامتحانات مثلا دي فضيحه اخلاقيه، انا هستجيب لده، هتبقى منظري صعب جدا جدا جدا. لكن هنا ضيق الحال يعني مش زي الغش في الامتحانات. فهنا نوع العائق، هل هو العائق اخلاقي او عائق تاني، يعني سواء كان اقتصادي او اجتماعي او فهنا طريقه الاستجابه للصراع خلقي كالغش في الامتحانات وما يصاحبه من شعور بالذنب تختلف عن الاستجابه العائق اقتصادي. طيب 2، الخبره السابقه. خبرتي ايه بقى بتفرق معايا هنا؟ لو انا عندي خبره، تمام، يعني مثلا لو انا سوري، لو واحد متعود خبرته قبل كده ان هو دايما بيفشل، يا ترى مستوى القلق والتوتر والغضب عنده هيبقى ايه؟ عالي جدا. يعني خبره الفشل قبل كده، انا حسنت الماده دي مرتين ثلاثه وفشلت فيها، فكل مره بيبقى القلق والتوتر والغضب عالي جدا. غير خبرات النجاح، انا متعود انجح كل سنه ومتعود اجيب درجات كويسه كل سنه، فانا عندي خبرات النجاح، يعني متعود على النجاح قبل كده، فبيبقى طبعا القلق والتوتر والغضب منخفض جدا جدا. يبقى خبرات الفشل السابق قد تؤدي الى مزيد من القلق والتوتر. خبرات النجاح في التغلب على العوائق تشعر الفرد عند مواجهه الموقف الراهن بالثقه بالنفس ويتسم بالمثابره انه بيكمل على طول. 3، يبقى خدوا بالكم، نوع العائق بيتكلم على ايه؟ نوع العائق اللي سبب لي الاحباط والصراع ده، هل هو عائق خلقي ده بيبقى صعب جدا، او العوائق الثانيه بتبقى اسهل بكتير في حده القلق والتوتر والغضب. 3، يرتبط الاحباط والصراع بحالات انفعاليه كالقلق والتوتر والغضب، تعتمد على ايه؟ تفسير الشخص للموقف، وده مهم جدا جدا. تفسيرك انت ايه للموقف؟ وهنا لما قلت تفسير الشخص للموقف، هنا درجه تقديرك لذاتك ايه؟ يعني لو انت شايف نفسك قوي، شايف نفسك انا عندي الامكانيات، نظرتك لنفسك نظره ايجابيه حلوه، شايف نفسك انك في مكانه كويسه، يعني تقديرك لذاتك كويس، هنا بيبقى التوتر والقلق والغضب قليل، تبقى حدته قليله. غير الشخص اللي بيبقى نظرته لنفسه سلبي، يعني الشخص اللي شايف نفسه ان هو اقل من التانيين، وان هو وحش، وان هو سيء، وان هو فاشل، طبعا ده اول ما بيصاب باحباط او صراع، يعني يدخل في اي موقف بيبقى عالي جدا القلق والتوتر والغضب عنده عالي جدا. يعني واحد كده هيقعد يفكر زي كده، مثلا حصل عنده مثلا ان الماده دي انا امتحنتها او في امتحان الشهر او جبت درجه قليله. بص بقى، لو انا نظرتي لنفسي كويسه او تقديري الذاتي عالي، لا ده مش مستوايا، ده ليه انا عملت كده؟ طب انا كنت في الامتحان متوتر شويه، لا ما ذاكرتش بالقدر الكافي، طيب الشهر الجاي انا هعمل ايه؟ هعوضها بقى وابتدي اعمل كذا. شوفوا هنا ده نظره الشخص، ده تفسيره للموقف.
طب التاني بقى، انا فاشل، انا اصلا فاشل، انا ما استاهلش، انا اللي بيبقى شايف نفسه انه قليل. انا فشلت، ما انا فاشل دايما يعني. فدي تفسيرك للموقف بيفرق كتير في الموضوع ده. تتوقف درجة شدة العائق وخطره على تفسير، على مدى شعور الفرد بتهديده لذاته من ناحية، وعلى درجة تقدير الشخص لذاته من ناحية أخرى. مثال: الفشل في الامتحان قد يفسره أحد الطلاب بأنه عائق مؤقت إذا كان تقديره لذاته مرتفع، أما الطالب الذي يقدر ذاته تقديرا منخفضا شايف نفسه قليل، فإنه قد يبالغ في تفسير هذا الحدث ويعتبره خطرا يهدده. ناس كتير بتحصل لها صدمات في حياتها، فيعتبر إن الصدمة دي تمام دافع إن هو يقوم ويعمل تمام ويتحسن ويصل للنجاح. عارفين انتوا القول المأثور اللي بيقول ان الضربة التي لا تقتلني تقويني، الضربة التي لا تقتلني تقويني. غير التاني بقى اللي هو نظرته لنفسه بتبقى ضعيفة، او نظرته لذاته ضعيفة، هنا بيشعر بقى ايه، بيعمل من الحبة قبة بقى، انا فاشل، مستقبلي ضاع، ويقعد يكبر في الموضوع. خلينا نروح لرابع حاجة في نتائج الإحباط والصراع: طبيعة الدافع. تؤثر طبيعة الدافع في نوع الاستجابة التي تصدر عن الشخص. هنا أنا مش بتكلم في نوع العائق، تمام، أنا بتكلم في طبيعة الدافع. يعني مثلا أنا بمتحن مادة بره المجموع زي التربية الفنية مثلا، دي مادة بره المجموع، فلو جبت فيها درجة قليلة مش هتفرق معايا كتير، مش هتضايق قوي يعني. ليه؟ لأنها مادة ثانوية، يعني مادة مش أساسية. غير مثلا لما أكون بمتحن في علم النفس وأجيب درجة قليلة فيه، دي مادة مضافة للمجموع. هنا يبقى فيه القلق والتوتر والغضب عالي جدا. لأن طبيعة الدافع هنا إذا كان الدافع ثانوي، يعني مش أساسي، ثانوي، فإن الشخص لا يستجيب إلا بشعور خفيف بالضيق. إذا كان الدافع أساسي بقى، فإن التوتر الذي يصاحب تعويقه يكون طويل الأمد. وخدنا المثال اللي هو استجابة طالب لصعوبة امتحان مادة مضافة للمجموع يختلف عن مادة غير مضافة للمجموع. 5: إمكانات إشباع الدوافع أو تحقيق الأهداف. يعني إيه؟ يعني الدوافع والأهداف اللي هي يمكن تحقيقها بطرق كثيرة قلما ينشأ عنها توتر أو ضيق أو قلق. يعني مثلا عايز أتعلم السباحة، سهلة جدا، هروح النادي اتعلم سباحه، ان ما كانش النادي ده هلاقي النادي التاني ما عجبني، يعني في كذا طريق تمام اقدر اتعلم بيهم سباحه. مثلا انا لو عندي سويمنج بول اقدر اجيب حد مثلا كابتن يقدر يعلمني، يعني في كذا طريقه اقدر اي اشبع بيها هذا الدافع ده. لكن مثلا دخولك كليه الطب او الهندسه او سياسه او اقتصاد وعلوم سياسيه، هي طريقه واحده بس انك تجيب المجموع اللي يأهلك للكليه دي. وهنا طريقه اشباع الدافع بتفرق معانا. يعني دخولي كلية الطب لازم أجيب مجموع الطب عشان أقدر أدخل الكلية، من غيره مش هينفع، مش هينفع أحققه بطريقة تانية، مفيش طريقة تانية نقدر نحقق بيها. واحد يقول لي يا مستر ما في كلية خاصة يعني، لا برضه مش هينفع، ما أنا يمكن الظروف الاقتصادية ما تسمحليش. فعندنا إمكانية إشباع الدوافع أو تحقيق الأهداف، هنا الدافع الذي يمكن إشباعه بطرق متعددة، والهدف الذي يمكن الوصول إليه بوسائل مختلفة قلما ينشأ عنها مشكلات طوال. دافع تعلم المهارات، طبعا عايز اتعلم كمبيوتر، سهله جدا، اما انا اجيب كمبيوتر وادخل على النت واشوف دروس، اما اروح سنتر اتعلم فيه، اما اشوف مدرس خصوصي، يعني في كذا طريقه اقدر اتعلم بيها المهاره. لكن مثلا المثال اللي انا اعطيته اللي هو دخولك كليه معينه، لا يمكن الا بمجموع، لازم تجيب المجموع اللي يؤهلك عشان تقدر تدخل ايه الكليه دي. فالدافع اللي نقدر نشبعه بطرق متعدده، ده كويس جدا، ده بيبقى القلق فيه قليل خالص والتوتر والغضب. لكن الدفع اللي يشبع بطريقة واحدة فقط ولازم هي الطريقة دي، هو ده اللي بينشأ عنه ايه، القلق والتوتر والغضب. خلينا نشوف الأسئلة تمام سريعا على الجزء ده. تعرض الشاب لفشل مشروعه التجاري إلا أنه لم يصب بالإحباط. ليه؟ لأنه تذكر صديقه الذي تعرض لنفس الموقف. لأنه تذكر صديقه الذي تعرض لنفس الموقف. ممكن ما تكملش يعني. ماشي، ثم غير خطته ونجح بعدها. يدل ذلك الموقف على دور إيه في التأثير على نتائج الإحباط والصراع.
هل ده خبرة سابقة؟ هل ده طبيعي الدافع؟ هل ده نوع العائق؟ هل ده تفسير الشخص للموقف؟ يعني ايه الكي وورد او الكلمة المفتاحية اللي عندي هنا؟ تذكر صديقه الذي تعرض لنفس الموقف. يبقى ده على طول بيتكلم عن ايه؟ الخبرة السابقة. طيب حاجة كمان، يقول ديكرت: ليس سمة شقاء في المطلق، وإنما تفكيرنا هو الذي يشعرنا بذلك. أنت فهمت إيه من الجملة دي؟ أيوة، تفكيري أنا، طريقة تفكيري أنا هي اللي بتسبب لي الشقاء، أو هي اللي بتشعرني بالشقاء. يبقى ده بيروح على إمكانية إشباع الدافع. احنا قلنا في إمكانية إشباع الدافع اللي هي الدوافع التي تشبع بطرق متعددة غير الدافع الذي يشبع بطريق واحد. قلنا في طبيعة الدافع، الدوافع الأولية والدوافع الثانوية، في نوع العائق، قلنا هل هو العائق ده أخلاقي ولا غير أخلاقي. يبقى ده إيه؟ تفسيري الشخص الموقف. عرفتها منين؟ من كلمة وإنما تفكيرنا، تفكيرنا إحنا، تفسيرنا إحنا هو اللي بيشارنا لذلك. طيب سؤال كمان، يؤثر النسق القيمي، القيم يعني للفرد، على مدى شعوره، البناء القيمي بتاعنا على مدى شعوره بالإحباط. يفسر ذلك القول: أحد العوامل المؤثرة على نتائج الإحباط. ها؟ أيوه، من الواضح إن هو رايح لإيه؟ هو مش رايح للخبرة السابقة ولا إمكانية إشباع الدافع ولا التفسير، هو رايح لإيه؟ طبيعة الدافع. اتكلمنا عن طبيعة الدافع، الدوافع الأولية والدوافع إيه؟ الثانوية. نكمل. القلق، شايفيني نوقف هنا؟ طيب ماشي، خلينا نوقف لغاية هنا، وموضوع القلق ناخده تمام في المحاضرة الجاية، مع أسئلة على الدرس كله، على أساليب التوافق كله. أشوفكم إن شاء الله على خير، أشوفكم على خير الحصة الجاية. هناخد يعني نتابع مع بعض، هيبقى عندنا القلق، مستويات القلق، وبعد كده هنحل الأسئلة، في أسئلة كتير تمام موجودة هنا هنحلها مع بعض، بالإضافة لأسئلة بنك المعرفة كمان أنا جايبها، هنحلها كلها مع بعضنا في المحاضرة الجاية. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وأشوفكم على خير الحصة الجاية إن شاء الله. سلام.